الله الرحمن الرحيم والله يصبحكم بالخير جميعا وأشكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة ومنتدى البحوث الاقتصادي على هذه الورشة، وأنا في الواقع سعيد جدا بإنعقادها. والسبب في ذلك أنه لدينا مادة جديدة مهمة بحثية تعتمد على مسوحات وأرقام وليس على وجهات نظر وآراء وفوكس جروب وما إلى ذلك. فالأرقام، النتائج اللي طلعت فيها الدراسة نتائج في غاية الأهمية، ويعني نقدر نستند إليها بشكل واضح جدا، والنتائج فيه على الأقل بالنسبة للتربية والتعليم، هي زي ما بتعرفوا تتناول التشغيل وسوق العمل والتعليم والإسكان. فيما يتعلق بالتعليم في نتيجتين في غاية الأهمية وبحب نحكي عنهم بشكل أهمية الدراسة أيضا إنها جاءت ما يسمى بانل سيرفي بين 2010 و 2016، فهي يعني مسح عابر للأسر، وأنا كنت مطلع على مسح 2010. الدكتور راقي معنا هون، مسح 2010 كان في غاية الأهمية، بس لما بصير في عندك بال 2016 مقارنة مع الأسر وفي كل أسرة شو اللي مرت فيه بيصير في غاية الأهمية. وأعتقد أن الطريقة اللي عالجت في الأسر السورية كانت معالجة في غاية الأهمية، بحيث سألوا الأسر السورية أن يستذكروا وضعهم بال 2010 لعقد مقارنة بين 2010 و 2016 إذا أنا مش غلطان. الآن بشكل مختصر الأرقام، حتى نكون إحنا بأرقام التربية والتعليم وبعدين بعض النتائج اللي أعطتها الدراسة. زي ما بتعرفوا إحنا اللاجئين السوريين الأطفال في سن الدراسة موزعين في داخل المخيمات وخارج المخيمات. بالداخل المخيمات عندنا 47 مدرسة فيها تقريبا 32 ألف طالب سوري. بخارج المخيمات في عندنا 207 مدارس فيها نظام الفترتين، والسوريين موزعين بالفترة الأولى والثانية وغالبيتهم بالفترة الثانية. وفي باقي مدارس المملكة في كمان حوالي 32 ألف طالب سوري. فعفوا، بالمدارس الفترتين قلنا 207 مدارس وفيهم حوالي 63 ألف طالب سوري. مجموع الطلبة بالتالي المنخرطين في الدراسة النظامية حوالي 130 ألف، أكثر شوي من 130 ألف سوري. وهذا بحد ذاته طرح سؤال مهم بالنسبة لنا، لأنه كل الأرقام تشير أنه في حوالي 230 ألف طفل سوري في سن الدراسة، والمنتظمين بالدراسة 130، فأين المئة ألف؟ ولماذا لم ننجح بتغطية كل هذه الفجوة إلى حد كبير؟ الآن كلنا بنعرف أنه طبعا البيئة وأوضاع اللاجئين الاقتصادية والاجتماعية والتروما او يعني الوضع يعني الخروج من هذه البيئه بحد ذاتها تؤثر. الزواج المبكر، عماله الاطفال، كل هاي الامور تؤثر سلبا بشكل كبير على التحاق الاطفال السوريين. ولكن احدى النتائج اللي يمكن راح يصير الاطلاع عليها خلال اليومين القادمين، عند سؤال الاسر السوريه عن نسبة الالتحاق في المدارس سابقا في سوريا، تبين أن نسبة الالتحاق في سوريا لم تكن أعلى من نسبة الالتحاق في الأردن. هذا بحد ذاته بورجينا أنه طبعا إحنا المنطقة اللي إجوا منها اللاجئين السوريين هي المناطق الريفية في جنوب سوريا، مناطق تعتمد على بشكل أساسي على النشاط الزراعي، وبالتالي هذا كان له أثر كبير على الإقبال على المدارس في الأردن. الآن هذا لا يعفينا إطلاقا من المسؤولية وضرورة السعي إلى التحاق
كافة الطلبة السوريين في التعليم النظامي أو على الأقل في مراحل في التعليم اللانظامي حتى نقدر أو الاستدراكي حتى نقدر نتأكد أنهم ينضموا إلى المجموعة. النتيجة الثانية وأيضا مهمة اللي خرجت فيها، وآسف أنا يمكن عم بعطي المعلومات اللي لازم تنعطى من أصحاب، بس أنا متشوق كنت يعني في غاية السعادة لأن نتائج في غاية الأهمية وعلينا أن ندركها، أنه فعلا هناك أثر للجوء السوري كلنا بنشهده وبنعرفه، تمثل بنظام الفترتين، تمثل باكتظاظ في الطلبة، تمثل في إحنا كنا نسعى إلى الخروج من المدارس المستأجرة في الأردن، الوتيرة لذلك صارت أضعف الآن، كنا نسعى بشكل كبير للتحول إلى التعليم النوعي، فكل هذه الأمور تأثرت سلبا لضرورة معالجة الأزمة السورية وتداعياتها على الأردن. ولكن الخبر الجيد والذي يأتي أيضا من الدراسة إنه أثر يعني دراسة أثر اللجوء السوري على الطلبة الأردنيين إن كان من ناحية التسرب أو من نسب الالتحاق أو نسب النجاح والرسوب ونسب أخرى، لم يتأثر الطالب الأردني سلبا في هذه المؤشرات المهمة حقيقة اللي بالآخر منقيس فيها. طبعا الاكتظاظ موجود والاكتظاظ له أثر، وحتى كلف الصيانة والإدامة لأبنيتنا كلها موجودة، بس تأثيرها بالمحصلة على الطلاب الدراسة تبين أن ليس هناك أثر سلبي يعني يحتاج إلى تداركه بشكل سريع. وهذا لم يحصل بالصدفة، هذا حصل للتأكيد على أهمية أولا أن الالتزام بحق التعليم للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، هذا التزام أخلاقي وطني التزم فيه الأردن ولم يتخلى عنه، ولكن ليس على حساب التعليم الطالب الأردني. فأعتقد أن هناك مجموعة من التحديات والفرص، التحديات ماثلة في الظواهر اللي احنا بنلمسها ان كانت في الزواج المبكر بالنسبة للإناث وبالتالي تسربهم او عمالة الأطفال، وهذه مشكلة كبيرة مرتبطة ايضا بسوق العمل وعلينا معالجتها، ولكن هناك ايضا بعض الفرص التي تتمثل في طرق التعليم وخصوصا انخراط أولياء الأمور والتعليم من خلال التطبيقات التكنولوجية وكل هاي الأمور اللي استفاد منها الجميع. وهنا أسجل أيضا يعني لوزارة التخطيط والمجتمع الدولي التزامه في دعم المجتمعات المضيفة، كل ما كان في دعم للجوء السوري كان في أيضا دعم للمجتمعات المضيفة، فهذا خفف من وطأة وخفف من الأثر السلبي للجوء السوري. أنتهي فقط بيعني السؤال ربما الذي يعني يجول بخواطرنا جميعا ومعالي حكى عنه، اللي هو يعني ماذا سيحصل بعد حين، بعد سنة أو سنتين أو خمسة أو عشرة، ما هو رد وما هو مدى التزام المجتمع الدولي وما هي الدروس التي سيستفيد منها العالم؟ الأردن التزم أخلاقيا ووطنيا وعروبيا وإنسانيا بهذا الموضوع ويعني وعن صدق إصرار، ولكن السؤال المطروح عالميا والدرس عالميا أنه هل الدول التي تفتح حدودها وذراعيها للاجئين بأسباب حروب أو أسباب أخرى، هل ستجد نفسها بعد عدة سنوات وحيدة في مواجهة هذا الموضوع، أم سيقوم المجتمع الدولي بتأطير
أسس ومنهجيات لمساعدة هذه الدول لتحمل العبء والفجوات التمويلية التي تترتب على ذلك. إذا كان الجواب أن الدول ستبقى لحالها فما نلوم يعني الدول اللي بتسكر حدودها مستقبلا بهذا. أما أنا آمل وكلنا نأمل أن يرتقي المجتمع الدولي إلى مسؤولية العالمية في هذا الموضوع والإنسانية في إثبات أنه نعم عندما تكون تجابه الدول مثل هذه الهجرات القسرية أن تقوم بدورها الأخلاقي والإنساني بفتح أبوابها وأن العالم لن يخذلها. شكرا جزيلا.